الوقت حضرتك يا دكتور، معلش انا اسف على الوقت، ربنا يكرمك يا دكتور. هو لا ولا معلش يهمك. هو بس بيريح شويه. بقول لحضرتك أنا احنا ان شاء الله بنعمل مجله، زي ما حضرتك عارف بنعمل مجله عن البيم. نعم ان شاء الله هستاذنك، بس يعني هحاول الكلام الفيديو اللي حضرتك قلته دوت هحاول اكتبه وانزله ان شاء الله في المجله. إن شاء الله. ان شاء الله يبقى اول لقاء ان شاء الله ننزله ان شاء الله في المجله، واول ما تنزل ان شاء الله هبعتها لحضرتك باذن الله. الله يبارك فيك يا عمر. الله You are doing really well, ما شاء الله عليك. الله أنا يكرمك. بتابع البلوج تبعك. الله You're very, مثل ما بيقولوا بالإنجليزي, prolific. يعني بتعمل 2 بلوج بوست, مرات 3, مرات 4 بنفس النهار, ما شاء الله عليك. الله يعني يكرمك دكتور، الله يكرمك دكتور، يعني شهادة أفتخر بيها وأعتز بيها دكتور، الله يكرمك لا, دكتور. الله يبارك بعمرك إن شاء الله خي عمر, وإن شاء الله متلاقى إن شاء الله. الله يجمعنا. الله يكرمك دكتور، ألف شكر دكتور، الله يبارك وشكرا جدا عمرك إن شاء إن شاء الله الله. بإذن الله. الله الله يبارك يكرمك، فيك. أستاذ حضرتك، عفوا, إن شاء الله الله. يكرمك، السلام السلام عليكم. عليكم.